سرقات الكترونيه ورا سرقات كذا على طول ابدا الموضوع وابدا السالفه. في سرقات الكترونيه قاعده تصير، والشيء اللي قاعد يصير ان الناس هي اللي قاعده تعطي فلوسها للحراميه بنفسها. ناس تنصح بالاستثمارات على النت صايره بشكل مو طبيعي، بالذات الاستثمارات في العملات وما العملات والفوركس وما الفوركس، كميه النصب اللي صايره شيء مو طبيعي. فعندك طريقين، طريقه تجيب منه فلوس وطريق ينصب عليك. خلينا نعرف الطريقه اللي ينصب عليك منها باربع سنابات على اساس كلنا نحذر من الموضوع ونحذر احبابنا. مرحبا، انا مروان تلودي، يمكن سمعتوها كثير. انا من مروان تلودي لانه هذاك نصاب. معكم انس الحميد، اتكلم عن الفوركس. محتالين الفوركس للاسف كل شوي يتطورون. الان تجيك اتصالات على جوالك واحيانا ارقام محليه يقول لك استثمر ويعمونك بالارباح السريعه. الملكيه للتجاره بالسلع الاجله CFTC حذرت منه وقالت في افضل حالاته ذو مخاطر عاليه، في الغالب نصب واحتيال. وقفت على حالات اللي خسر مليون او مئات الالاف. الاشكال ما في جهه تنظيميه تقدر تطالب فيها بحقوقك. اذا كنت متورط وقف ولا تدفع ريال واحد. وترى في ناس كثير تتاجر على الانترنت بتجارات الوهم، بحيث انه السريع بالعلاج